انا بتعامل ان انا منبوذه في المجتمع كله، وبتعامل كاني جربه. لما جيت على دبي قلت اشتغل اي شغل، يعني مش لازم التمثيل، يعني الشغل مش عيب طول ما انت بتشتغل حاجه كويسه، دي مش حاجه عيب. انا ولا لاقي فرصه شغل، ولا لاقي فرصه للحياه، ولا لاقي فرصه ان انا اعيش اكل واشرب وانام. انا فاهمه كويس كويس قوي ان انا غلط، وانا بعتذر لكم، يعني بعتذر لكم ان انتوا شفتوا حاجه غريبه على مجتمعنا، مش طبيعي ان ده يحصل. بس انا قلت من فتره مش هتكلم في الموضوع، وحاولت اعيش عادي واعمل عادي. لقيتني مش عارفة أعيش، ولا عارفة أشتغل، ولا عارفة أتعامل مع البني آدمين. كل شوية أعمل مش واخدة بالي، بس أنا واخدة بالي على فكرة. وزهقت والله، زهقت، محتاجة أشتغل، محتاجة أقف على رجلي. أي شغل، هو مش لازم أشتغل في التمثيل، أشتغل أي حاجة أقف بيها على رجلي أعيش. أنا ما بعرفش أعمل أي حاجة غير التمثيل، وقسما بجلالة الله عمر ما حد ساعدني في التمثيل. يعني أنا بدأتها كومبارس، عمال أفتكر محدش ساعدني خالص. لما أبويا مات محدش خبط على بابنا. أنا فاروق طلعت عملت فيديو وقالت ليه بتفكر في الانتحار بعد الاضطهاد اللي بتتعرض له. أنت تفاعلت مع الفيديو ده إزاي؟ الناس مش هترتاح غير لما منى فاروق تنتحر. بس يوم ما يلاقوا منى فاروق انتحرت ويكتبوا ان منى فاروق انتحار منى فاروق، كل اللي هيخشوا يكتبوا بقى لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه خلاص، مشكله وبنت صغيره وحصل لها مشكله وطلعت اعترفت، مش انا على قلقها مشنقه. احنا 110 مليون، ال 110 مليون كلهم مش ماسكين سبح وسكاكين، كلنا بنغلط، وربنا سبحانه وتعالى حليم ستار، فاللي ستر ربنا نفضحه احنا. خلاص غلطه وحصلت والبنت وتعلمت وخرجت بره، وبعدين راعوا نيجي نقول لهم يا جماعه عندها اب عندها ام عندها اخوات، يقول لك هي ما راعتش ابوها وامها ليه؟ ما راعتش اخواتها ليه؟ خلاص انتوا الناس مش هترتاح غير لما يصحوا الصبح على الفيسبوك انتحار منى فاروق. مش ههاجمها، هي كل الناس بتغلط، هو حضرتك ما غلطتيش، اي حد واقف ما غلطش، اي حد في الدنيا في العالم ما غلطش. في ناس طبعا غلطاتها بتبقى كبيره، في ناس غلطاتها بتبقى صغيره، في ناس بتغلط غلطه الناس بتعرفها، وفي ناس ربنا ما بيردش ان هم حد يعرف الغلطات. لازم يكون عندنا رحمه ورأفه ببعض، ما نوصلش بعض لمرحله الانتحار، ان حد من كتر الاكتئاب اللي هو عنده عشان غلط. اذا كان ربنا نفسه ربنا بيسامحه، ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح بعض؟ فلازم نوسع لبعض، نوسع لبعض في الحياه. تفتكري منى فاروق ممكن ترجع تمثل تاني؟ ممكن شركات انتاج تقول لها تعالي ومثلي والناس تتناسى؟ انا اتمنى لها انها ترجع مصر، واتمنى ان هي تعيش حياه طبيعيه، واتمنى ان الناس تنسى الغلط، لان كلنا بنغلط، لان هي من حقها كبني ادمه ان هي تعيش حياه طبيعيه، تعيش في بلدها وتشتغل، سواء بقى اشتغل في التمثيل او بره التمثيل. انا شايفه انه على طول ندي فرص ثانيه للناس. احنا يعني احنا مش ربنا، احنا بشر، وكل البشر ايا كانوا بيغلطوا. غلط ان احنا نسيب الناس. احنا بنشوف في فنانين ماتوا، وفي فنانين ماتوا هما صغيرين، ولما ده بيحصل يعني قلبنا بيوجعنا، بقولنا يا ريت ساعتها تصرفنا، يا ريت عملنا. فانا مش شايفه انه مهما كان الاخطاء ومهما كانت صعبه وتقيله، خلاص يعني انه الناس كلها تستحق فرصه تانية.